إلا أن يستمر، لأن المسجد الأقصى إن شاء الله هو المسجد الإسلامي للمسلمين والمسجد الإسلامي المستمر إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض وما عليه. أمين يا رب. فضيلة المفتي، الانتهاكات التي تتعرض ليها المسجد الأقصى إحنا معتادين عليها للأسف الشديد، لكن كمان التطاول على رمز وقيمة وقامة مهمة بحجم حضرتك بالتأكيد وبنكون ليك كل الاحترام مفتي الأراضي الفلسطينية، فبالتالي هذا التطاول والتبجح، يعني شايف حضرتك إحنا ماشيين في أي اتجاه وإيه المطلوب حاليا لوقف ده؟ وما في شك يعني مع الأسف الشديد يعني الاحتلال الإسرائيلي حينما يتطاول على الرموز الدينية كالأماكن وهو المسجد الأقصى المبارك، يعني استباح المسجد الأقصى المبارك بين فترة والأخرى من قبل السلطات الإسرائيلية، وهذا أمر مرفوض. كذلك هم يتطاولوا على الشخصيات الدينية والشخصيات الاعتبارية، وهذا أيضا أمر مرفوض، والشخصيات الوطنية وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام، يعني هذه أمور كلها مرفوضة، ويجب أن يصحى هذا العالم ويطبق على الأقل الشرائع الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في ظروف الاحتلال. هذا شيء طبيعي، ولكن نحن بالنسبة لنا سنبقى إن شاء الله مرابطين في المسجد الأقصى، وسنبقى إن شاء الله حول بوابات القدس وفي القدس إلى أن يزول إن شاء الله الاحتلال بالكامل عن هذه المدينة وعن الأرض الفلسطينية. إسرائيل دائما ما تنتهك القواعد الدولية والقانون والإنسانية بشكل عام. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة المفتي مفتي القدس الشيخ محمد حسين، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. فاصل، مستمرين مع حضراتكم.